النهارده احنا معانا قصه تحدي بطلها هو اللاعب محمود سامي عنتر، لاعب منتخب الجودو للمكفوفين، واللي قدر انه يحصد المركز الثاني عالميا في منافسات بطوله الجودو اللي تم تنظيمها في فنلندا والمؤهله لدوره الالعاب البارالمبيه في باريس 2024. صحيح يا شاذلي، كمان اللاعب محمود سامي عنتر هو بيدرس الفرقه الثالثه بكليه الاداب جامعه بني سويف، ومتفوق كمان في دراسته، قدر انه يحقق نفسه على المستوى العلمي ايضا في المسابقات الرياضيه العالمية. قصة تحدي بطلها محمود سامي عنتر، لاعب منتخب الجودو للمكفوفين الذي خاض بطولة العالم في منافسات الجودو التي أقيمت في فنلندا والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس، وتمكن من حصد المركز الثاني عالمياً والميدالية الفضية. تتمثل أهمية بطولة العالم في منافسات الجودو في أنها من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس، مما يجعل المنافسات بها أشد وأقوى في ظل أجواء يسعى الجميع لبذل أقوى ما عنده من مهارات واحترافية حتى يصل إلى ما هو مرتقب في دورة الألعاب البارالمبية بباريس والتوجه نحو العالمية. ووسط أجواء مهنية وتسهيلات متعددة، حافظت البعثة المصرية على توفيرها وتهيئة الأجواء، استطاع بطل منتخب مصر للجودو أن يحقق المركز الثاني عالمياً. وترأس بعثة المنتخب حازم فتحي عضو مجلس الإدارة، أما الجهاز الفني فكان بقيادة أبو بكر محمد مدرب رجال وريم أحمد مدربة السيدات. ويدرس اللاعب محمود سامي عنتر بالفرقة الثالثة بكلية الأداب قسم التاريخ بجامعة بني سويف، مثبتاً عزيمته في تحقيق نجاحه في الدراسة العلمية وأيضاً المسابقات الرياضية العالمية. معانا البطل محمود سامي عنتر دلوقتي على تليفون. يا بطل صباح الفل. صباح الفل يا استاذ محمد، ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا بكل تاكيد عشان تصل لهذه المكانه كانت المنافسات صعبه، لكن عايزين نبدا معاك من رحلتك مع لعبه الجودو، ايه السبب في اختيارك هذه اللعبه؟ الاول صباح الخير. صباح الفل. النور. صباح الفل يا استاذه جمانه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. في البداية الأول أنا حابب أشكر والدي ووالدتي كتير، لأن الفضل لربنا ثم ليهم، لأن هم وقفوا جنبي كتير في الموضوع ده. ربنا يخليهم لك. غير أصحابي وأخواتي وأحبابي والمدربين بتوعي. ده فضل لازم ينتسب ليهم. حابب اشكر الجهاز الفني بالكامل ومجلس الاداره بقياده الدكتور احمد عوين. طيب وحابب اشكر الجهاز الفني بالاسم كده. محمود بعد اذنك ممكن توطي بس صوت التلفزيون وتسمعنا من التليفون؟ هو انا قافل التلفزيون واصلا مش شغال. طيب ماشي اتفضل. وحابب اشكر بس الجهاز الفني بالاسم، بداية بالكابتن مصطفى ابراهيم والكابتن احمد ابو بكر والكابتن ريم على مجهوداتهم معانا. طيب محمود قول لنا زي يعني بداية رحلتك كانت ازاي؟ ايه اللي خلاك ان انت تختار الجودو؟ والله هو انا لعبت كذا رياضة. لعبت رفع اثقال ولعبت جودو ولعبت هدف، فانا حبيت الجودو من بين ده كله الحمد لله يعني. ما شاء الله بطل، ما شاء الله. انت عارف ان انا كمان كنت بلعب جودو وانا صغير على فكره، وخدت الحزام الاصفر، بس كانت بطوله كتات كده، عارف انت في ثالثه ابتدائي تقريبا او رابعه، خدت عملت حركتين كده وخدت الحزام الاصفر وروحت، ومن ساعتها وانا حاسس ان انا بطل. دايما انت بطل في مجالك. ربنا يخليك يا كابتن محمود، تسلم من ذوقك. ربنا يخليك يا استاذ محمد. طيب انت كنت داخل وعينك على البطوله. انا دي طور مش اول مشاركه ليا، انا شاركت في بطوله جراند بري المقامه هنا في اسكندريه. ودي كانت اول مشاركه ليا والحمد لله خدت سابع، بس طبعا انا ما حبيتش اظهر في الاعلام لان ده ما كانش طموحي. والحمد لله فضلت مركز لحد ما وصلت الهدف، ودي ان شاء الله من هنا البدايه والانطلاق ان شاء الله باذن الله. طب قول لنا بقى يا محمود، ازاي قدرت تستعد للبطوله دي؟ ازاي عرفت تركز عشان توصل لهذا المركز؟ والله واحنا كنا معسكرين هنا بقالنا حوالي 3 شهور من شهر 4، وكنا مستعدين استعداد يعني، كنا واخدين البطوله
داخلينها ان هي بتاعتنا فقط، ما نفكرش غير في البطوله. طيب ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ نعم، ايه الصعوبات اللي واجهتك في الرحله دي؟ كان في تحديات مثلا؟ كان في حاجات يعني صعبه؟ اللي بيفكر في ميداليه او في بطوله او في اي مكان يعني ما بيفكرش في اي صعوبات، ما بيشوفش حاجه صعبه قدامه. برافو عليك. انا ما بشوفش الا الميداليه بس. طيب صح يا محمود. طب بالنسبه ده، بالنسبه بقى للرياضه ما شاء الله والبطولات، بالنسبه للدراسه ايه اخبارها؟ انت المفروض فرقه في الفرقه الثالثه بكليه الاداب جامعه بني سويف. الحمد لله. انا احب اشكر الدكتوره منان رئيسه قسم تاريخ على مساندتها ودعمها الكامل ليا. بصراحه ما بتاثرش معايا في اي حاجه، محاضراتي يعتبر بتوصلني اول باول وانا هنا في المعسكر، لان انا بسلم تخرجات، عشان طبعا انا بعسكر هنا بالثلاث شهور ما بنزلش الا كل 15 يوم او كل شهر مره. فطبعا احب اشكرها من خلالكم. احنا بنشكرك طبعا يا محمود. طبعا احنا بنشكرك يا محمود، اتمنى لك التوفيق ان كان في دراستك او حتى في الرياضه، فجاه الرياضه توصل كل المراكز اللي انت حابب توصلها، ودايما تكون بطل مشرف لمصر في كل المحافل والفعاليات الرياضيه. بنشكرك جزيل الشكر البطل محمود سامي عنتر، لاعب منتخب الجودو.